الملف الصحي في مصر اتطور تطور مذهل وعظيم خلال التسع سنين اللي فاتوا زي ما كنت بقولك ياما اتكلمنا كنا على فيروس سي، وصلنا لمرحلة ان احنا أصبحنا الدولة رقم واحد على مستوى العالم في القضاء على هذا الفيروس، بعد ما كنا الدولة رقم واحد على العالم في الإصابة بهذا الفيروس. نفس القصة احنا كنا بنتكلم كتير ودايماً على أمراض الكلى وعلى مرضى الغسيل الكلوي وعلى أمراض الجهاز البولي وما إلى ذلك، وبدأنا نشوف تطور كتير بيحصل، كان الأول عندنا بس المركز بتاع المنصورة دلوقتي عندنا ادي المركز بتاع طنطا واثق انه هيبقى في عشرات المراكز حتى نستطيع القضاء على مثل هذه الامراض ونرفع عن كاهل المواطنين المصريين اللي زي الفل المصري ده يستاهل مننا فعلا كل جهد ممكن يبذل علشان نريحه